مرحبا بكم مجددا. اليوم ناخذ امر جديد من اوامر او انستركشن جديد في اللادر في بي ال سي نوع سيمنز او سيماتيك مانجر. راح ناخذ امر موف. هذا موف راح تقدر تستخدمه في نقل الداتا من ميموري الى اخرى، وتقدر بنفس الوقت تضيف الداتا الى ميموري. يعني اذا عندك فد مقدار معين او رقم معين تريد تضيفه الى الميموري مالتك او تريد تخزن هذا الرقم، تستخدم الامر موف. زين، بي الاي ان والاي نو. الاي ان هو للانبوت والاي نو حتى يقول لك بانه تنفذ هذا الموفينج. تقدر تخلي له كونتاكت او تقدر تعوفه بدون كونتاكت. مجرد ما راح يشتغل البي ال سي مالتك راح يتنفذ، فالافضل نخلي له كونتاكت. وبالاوتبوت ايضا نحط الاوتبوت حتى يبين عندنا بانه هذا الامر تنفذ. هذا فقط للتوضيح يعني. زين، الاهم بالموف انه يتعامل مع 3 انواع من المفردات. شوف، لما تخلي عليه الماوس راح يقول لك يتعامل مع الكاركتر والبايت والوورد والدي وورد والانتجر والدي انتجر، يعني حتى ويا التايمر ويا كلهن يتعامل. زين، اني لو اريد احد يسال انه شنو الدبل وشنو الوورد، نقدر هنا، شوف هنا موضح لك بالجدول بانه اقل وحده هي البايت. البايت 8 بت، يعني 8 خانات، 8 وحدات او 8 اصفار او 8 ارقام مختلفه من الاصفار والوحدات، هذا البايت. الوورد 16، يعني 2 بايت يساوي لنا وورد، او 16 بت يساوي لنا وورد. اما الدبل وورد، دبل هو مضاعف الوورد، يعني 2 في 16 او 32. هذا الدبل وورد 32 بت، او دبل وورد او 4 بايت اللي هو يسموه الدبل مالتنا. زين، نقدر نستخدمهن. فرضا اقول ميموري اقل وحدة قلنا هي البايت، هي 8، ميموري بايت 0، حجزت هذه القيمة. او اريد بهذه القيمة اخلي اخزن مثلا رقم 10، ميموري بايت 0. زين، لما ما اسوي داونلود واروح اونلاين، شوف هنا ماكو اي خزن حسب الميموري بايت 0، بس لما ما اجي و اسوي هذا انبوت للموف بلوك، شوف خزن لي القيمة بالهكسا العشرة تساوي لنا اي. شوف الاي خزن هون بالميموري بايت 0. تقدر تستخدم، طبعا مو شرط، تقدر تستخدم ميموري مثلا شخص نحن وورد، شوف يستقبلها عادي. وتقدر تستخدم ميموري دبل ايضا يستخدمها ويستقبلها. فبهالحالة او تقدر تسوي نسختين، رقم 10، وهنا راح اخزن رقم 11 بمن بالام دي ام دي. هنا بالام دي 0، هنا بالام دبليو 0، 11. اوكي، زين، داونلود. شوف هنا سوي راح يشتغل، يعني الامر راح يتنفذ سوي. لما اعطيه اوكي، شوف هنا خزن لي الاي، وهنا خزن لي البي. ليش بي؟ لانه ال 11 بالهكسا ديسيمال يساوي لي بي. فمره خزنت بالدبل ومره خزنت بالوورد، او اقدر اخذ منها واخلي منها، يعني هنا بالدبل خازن، او هنا خزنت بالوورد، وباعتبار الوورد هو اصغر من الدبل فنقدر نخزن من الوورد للدبل. شوف هنا رقم 11 راح يروح للوورد، نخلي رقم 12 حتى يصير تغيير بهن، يطلع لنا حرف سي. 12 راح يروح للوورد، والوورد وين راح يروح؟ يخزنه بالدبل. داونلود اونلاين. هسه هاي القيم فارغة مالتنا. لما ما نسوي موف، شوف السي وين راح؟ للوورد، ونفس السي تكررت من الوورد راحت للدبل. هذا بالنسبة للموف. اذا عندك داتا تريد تنقلها وداتا تريد تسوي الانبوت، استخدم الموف.
لهنا انتهينا من الموف. شكرا لحسن المتابعة، ونشوفكم في فيديوهات أخرى.